اي اف ام زوم المونديال حمزه المغيبي كل سبت وحد من 5 ل 7 متاع العشيه على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه من زون المونديال. الاكيد باش نحكيو كما قلنا في ساعتنا الاولى على الجيل، معناتها باش حكينا على منتخب احسن ما انت تظهر لعبها منتخبنا، ما انت احسن نسخه في تاريخه في المونديال. مانيش نحكيو على ما انت حابين نمشيو للدوزيام تور، لكن المنتخب الوطني التونسي نجمو نحكيو على نهايه جيل كريم العوادي. اعتزال الخزري لعب 5 كؤوس افريقيه، 2 مونديال لعب، هدف المنتخب في المونديال بثلاث اهداف، هدف العرب وهدف العرب. معناتها برشا ملاعبيه من منتظر قلنا انهم باش معناتها يكون اخر تجربه لهم مع المنتخب الوطني التونسي، وهذا الكلام اللي قاعد يدور. معناتها جيل كامل، معناتها كيما السليتي كيما الخاوي، معناتها كيما ما نعرفش انا، ممكن يتحكي برشا على يوسف المساكني انه ينجم يكون اخر مونديال ليه، مونديال هذا قطر. معناتها خلنا نحكيوا على ممكن فما بيصير شانجمون كبير في المنتخب الوطني التونسي. ساعه كامش نحكيوا تو نحكيوا على وهبي، خاطر وهبي يمكن وهبي عندي انا خذا الوقت الصحيح، خاطر يمكن الديريرمون ولا نحكيوا برشا على وهبي مش قاعد يعطي في روندمون في الكيب ناسيونال كيما في جمعيته، وهو عكس هذا الكل. يمكن انا نعرفه من الحق نتاع ربي وعشت معاه، وهبي ماهوش معناه نقولوا نحن ما كالعباد النيجاتيف تلقاه في المجموعه، عبدي دز بلغه ولد خير، يعاون حتى اصحاب جوارات، معناه ولد خير كرويا تحب ولا تكره ديما في النيفو الكبير، حتى كي نكوروا راك باش تلقى وهبي في الماتشات الكبار، كي سوا كي لعبنا بلجيكا، لعبنا انجلترا، فرنسا، كوستاريكا، ديما تلقى وهبي. مي وهبي يمكن خذا الوقت يقول لك ما عادش نجم نعطي اكثر من هكا، وخرج في وقت ممتاز الحق نتاع ربي نتاع واحد عارف كاريره، هداف مع منتخب فرنسا، منتخب فرنسا جايب ربح، الناس الكل معناها زاد حبته بالماتش هذاك، عرف كيف ينهي مسيرته مع المنتخب. ان شاء الله اللي عمله وهبي نشوفه الايجابي اكثر من السلبي نتاعه. واضح. خلينا قبل ما نحكيو في البلاتو معنا عبر الهاتف صديقنا وخويا وزميلنا ومعناته برمي الاعمده اللي كانوا في اي اف ام، معناته من عباد خاصه البرنامج هذا من المؤثرين نتاعو في اول حلقه كان بدا معنا، معناته كان يخلص بالدينار التونسي تاعو يخلص بالدولار. صايب الراجل طارق عصادي. طارق مرحبا بك. مرحبا بك حمزه، مرحبا بكريم اللي ما شاء الله. هذا صوتك تبدل يا طارق، فلوس تعمل. ايه هذا صوتك تبدل خويا. تجربي وخونا شكري زعلاني والكوتش بيرم، ومازال عندي اعمد انا في الدوزيام ايطاج معناتها ونخلص بالريال. وكريم وشكري وبيرم يعرفوهم مليح الريال. ربي باقي عليك الستر يا خويا. ابشر 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 يا كابتن. ان شاء الله ربي يوفقك. عايزك يبارك الله فيكم الناس الكل، وان شاء الله انتم موفقين وتبقى ومواتيني كان مريولية ثانية يا حمد. اكيد اكيد، معناتها وانت بالرسمي، معناتها مش ليس برامي ورود، لكن طارق عصادي من العباد من الصحفيين اللي معناتها نحترمهم برشا، مش في اي اف ام برك، في تونس الكل محبوب عند الناس الكل. بون قربت له شويه عبير زغدودي، عطاو شويه الكلاس. ما عندكمش عبير غير الدوري وكاسه؟ لا 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 اخويا، نحن خطنا واضح، وعبير نوزل له تحيه خاصه بربي. هي عارفه علاش. هاي اسمع، نوسه الازرق مسلم عليك ديجا البارح برك حكيت لي عليك، قالت لي طارق عصادي ما طارق اليوم، قالت لي انا قلت لك على عصادي اي سال منا على قطر منور، قالت لك بارك الله فيها. والناس اللي تشجع فينا الكل الحمد لله، واحد ما تعمل رصيد علاقات مع فيان ومشجعين واللي فاهم بالنقد ولا بالملاحظه، واحد يتعلم بشيء هذا. هو رصيد علاقات برك ولا رصيد بنكي تو؟ البنكي مازال يرد خويا. الحمد لله. باهي فما هو ما شاء الله، هما الاربعه اللي في البلاتو ما شاء الله، معناتها ربي يزيدهم، معناتها ثلاثه تعداوا بالخليج وفما ماتر، معناتها دونك يعرف النزاعات. نحن نجيو في الصف الثالث انا وياك حمزه وراه. والله انا مش انا في الصف السادس. انت نقصت هو. انا ما زلت لن
باهي طارق، كنا نحكيو في موضوع معناتها على اعتزال وهبي الخزري، معناتها ممكن كريم العوادي قال وهبي الخزري يختار التايمينج معناتها اللي يلزم باش يخرج منتخب الوطني التونسي. يقول لك انا معناتها اليوم وقيت باش نخرج من باب الكبير، جاب هدف انتصار مع الانتصار باش يبقى في التاريخ مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب. اليوم فما برشا ملاعبيه ممكن نحكيو على نهايه جيل لبعض اللاعبين، مازال كما قال كريم وانا معاه معناتها مادام ما فهمش اعتزال اوفيسيال، لكن فما برشا ملاعبيه وقالوا لي الخاوي، انا قبيلي قلت الخاوي، قالوا الخاوي معناتها 27، لكن انا نقول له مش معناتها هو باش يعتزل خاطر مغاش شويه ممكن خلي ما التحقش بالمنتخب الوطني التونسي، مش خاطر فانت كارير ولا خاطر كبر. باه خلينا نحكيو على نهايه الجيل هذا، رايك في اعتزال الخزري طارق عصادي؟ باهي انا كنت نسمع في كريم ونشاطر الراي 1000%، انه كريم يعرفه مليح. شوف هو باش نكونوا صرحاء مع انفسنا ومع المستمعين اكثر، وانا شخصيا مع برميل اللي جورناليست من اكثر العباد اللي انتقدناه في المنتخب التونسي على الكومبورتمون وعلى ما شابه ذلك. اليوم الارقام تحط انه هو الهداف التاريخي الثاني للمنتخب التونسي، انه قادنا الى فوز تاريخي ورمزي ضد المنتخب الفرنسي. هو بيدو عنده رمزيه كبيره عنده، لانه تكون في فرنسا وفي بعض الاحيان معناها يكون مصدر سخريه هو حتى في وسائل الاعلام الفرنسيه، ونعرف لعب في الاصناف الشابه، دونك عنده رمزيه كبيره الفوز اللي ساهم فيه. واللي تبع وهبي الخزري تقريبا معناها 32 عام، انسان عارف روحه معناتها في الفاند كارير انترناسيونال، وكان كتب قبل المونديال لانه ان شاء الله نكونوا في المستوى نفرحوا جماهير تونس اللي هي تقريبا اخر مونديال عندي. انا ما نشوفوش كما يتقال انه ممكن متغشش على انه ما لعبش رونترون كونتر دنمارك، لا لا الوان دي سام لاعبيه هذوما عامل بلون تاع الكارير نتاعه، ممكن العامين ثلاثة الاخرانيين باش يكون في اتجاه معين في تركيا او في بطولة عربية او في فرنسا، على دوري عربي ولا في فرنسا باش يكمل كارير، ويشوف انه ما عادش عنده الجاهزية ولا لونفي باش يكمل مع المنتخب. ونحترم الرأي هذا لانه الحقيقة جوار في تونس ومعاكم لاعبية يخرج بالسبان، معناتها احسن فعلا هو كي خرج في الوقت هذا وخرج من باب الكبيرة رغم كل التحفظات اللي عندنا عليهم، على لقطة كاسبر جاك 2017، على البراسار كابيتانا اللي طيشها في استاد جيبس كونتر موريتانيا، على ما يتقال منه ومنه، لكن في الحقيقة خلص الكارير بتاعه بالفوز هذا، وارقامه قوية برشا معناتها ملاعب يلعب في لوني هو في فرنسا في انجلترا، وكان حاسم وهداف كما يقول مثلا الفرنسي الفوز افوار كيتي لا تابل، هو احسن الاختيار في التايمينج. باهي خونا فما جيل معناتها اللاعبين كمل الحقيقة كامل. شوف الحقيقة حمزة، شوف احنا اليوم على مفهوم سكاوتينج وبحذاك مدربين ويفهموا ملاعبية، فما برشا ما يقال على انه الانسان المناسب في المكان المناسب، لانه اختيارات كانت مدروسة ولا لانه جبنا ملاعبية محترمين كما عيسى كما بن سليمان كما حنا باعل كما رقيق خاصة اللي هو اللغز، هل انه هذوما نستثمروا فيهم 2026؟ هل انه جبناهم خوفا من انهم يمشيوا منتخبات اخرى فجبناهم عندنا ونستحوذوا بهم البريود الجايه؟ هل انه كان من الممكن ان نعتمدوا عليهم مع الاغراء مع سعد بقير مع ادم قرب؟ الحقيقه كانت تحذيرات معناتها مرتبكه جدا، لكن كي تشوف انت 2026 وان شاء الله باش نكونوا حاضرين، لانه ما عندنا حتى عذر باش نغيبوا في 48 فريق، اللي احنا عندنا 6 ترشحات سابقه للمونديال، فاليا بمنطق الكره اللي فيش منطقنا احنا باش نكونوا في المونديال تاع المكسيك كندا امريكا 2026. الملاعبيه اللي عندنا توا في 29 30 سنه 31 سنه الحقيقه ما شفناهمش مؤثرين معنا في الدوري هذه، فمن المستبعد انهم يكونوا. ممكن نشوفوا بعض العناصر منتخب ايفام عادل سليمي، نشوفوا احنا بعد نشوفوا ممكنش يكون فما زوج ثلاثه ملاعبيه باهين. الحقيقه احنا توا المشهد غامض، لانه باش نعملوا على لي زيكسباتري معنا بصفه كبيره في المرحله القادمه، قال انه لاعبين محليين، شنو توجهاتنا المرحله القادمه هذه؟ تبقى تو ديريكسيون تكنيك والجامعه كيفاش باش تخدم الموضوع هذا، لانه ديما نحكيو وسمعتكم شويه في اول حصه على التقييم وعلى شكون يقيم، هذا مشكل كبير برشا في تونس، لانه حتى بقطع مزرعه لانه الاداره الفنيه لاهي بشبان يا حمزه، فهي ما عندهاش حتى الجراه انها باش تنقد بعض الاختيارات، لانه يعني كلها منظومه واحده معناتها متداخله فيدراسيون والاداره الفنيه. انا نسال مثلا على مكانه ودور اللاعبين القدامى، مش الناس الكل، فما ناس تفهم كوره، لانه معناتها يستقطبوا المكتب الجامعي كظاهره اجتماعيه، او انه تلفت اليوم الحاله نتاع ملاعبي معناتها تحت به الدنيا ونتلهوا به، والا انهم يتم توظيفهم من اطراف اخرى، معناتها استثني بعض اللاعبين، لانه الحقيقه ثم لاعبين تتكلم الكوره للكوره، مش الناس الكل يخدموا بهم. وما ثم شق اخر ضد فيكونوا معناتها اليات نتاع حرب وقت اليات صراع اكثر منها معناها مستشارين. اليوم في خضم هذا الكل بعد 2018 وبعد الضجه اللي صارت في الكومبيتيسيون،
هل انه قيمنا كما يجب؟ هل انه اعطينا الاليات التقييم كما يجب؟ هذوما الاسئله اللي لازم يطرحوا اليوم ونعمل مناخ مصالحه فعليا وليس صوريا. واضح رايكم في اللي قالوا طارق. شكري زعلاني بعد ما مش معك كلمه راي. والله تبارك الله طارق يذولي لخص ما خلانيش حتى على شو نحكيه يعني ما شاء الله لخص كل شيء براتيكمون خاطر الكلام اللي قالوا الكل حتى حكي على الملاعبيه اللي بتتر ما يكونوش حاضرين في الـ في الـ في الكوب دي موند الجاي خاطر باستثناء الخازر الخاوي اللي عمره مازال 27 مازال ينجم يكمل معنا وان شاء الله يكون متواجد في المونديال خاطر الحقيقه لكن لازم زاد بيان سور لا شوف راح نحكيو على على الجيل نتاع المونديال ما دامنا في كاس العالم بيان سور فما استحقاقات قبلها كوب دافريك بتتر يمكن حتى لو سول اللي بتتر باش يخرج بيريود هذه نتصور انا وهبي الخزري خاطر الاخرين ينجموا معناها عام عامين اخرين ينجموا يكملوا يكونوا متواجدين في المنتخب لكن انا نحكي يوم بروجيت فيغ لافنير على كاس العالم خاطر الحقيقه زاد ب 48 فريق وما ترجحوش الدوره الثانيه عاد تولي على الدنيا سلام مش الدوره الثانيه خاطر الدوره الثانيه لو صعب اي بيان سور ترجح الكوب دي موند خاطر باش تولي كل 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 جروب شكري تروازي كيف ترشح كان ترشح الاولى اي ما قادش من جروب شو عملوا 48 48 للروس 16 مجموعه 16 ويترشح الزوز الاولى من كل مجموعه واحد برك يترشح بيلي زوز زوز فما الدور زوز ومن بعد الدور الدور 32 الدور 16 كان ويحكيوا وبارح خرج خبر في الفيفا يقول ماهوش نحوالك صافا صافا دخول بقوه في الهون امبارح كريم فما خبر خرج في الفيفا يقول اللي ممكن 48 فريق تم تاكيده لكن الفورمول نتاع كيفاش باش يكون تنظيم تاع كاس العالم معناه قد كيف سيتم توزيع المجموعات مازال ما تقررش نحكيو حتى على اربع فرق في 12 مجموعه لكن الكوتا نتاع الافريقيا باش يكون تسعة ويمكن يولي على 9 ونص 9 الفريق يترشحوا ديريكت وفما مكان زوز امكن اللي يهم الكوتا كنت قالوا لي 9 وفما ماتش دو باراج بين لافريك و سي ديجا سا و اون اوتر انا ان اوتر كونتينون فهمت بون باش نرجع شويه على نهايه جيل وبدايه جيل سي فري اليوم يقدر لي عندنا زاد ملاعبيه اللي قاعدين معناها ينشطوا سواء في البطوله التونسيه ولا حتى ملاعبيه معناها دي زيكسباتري برا اللي قادرين باش يحملوا المشعل هذا اليوم تحكي على ملاعبيه دي جون تالون في تونس موجودين واللي نصور انه كل مره ان شاء الله تجي الفرصه انهم ياخذوا معناها حظهم ويكون معناها تدريجيا تصعيدهم للفريق الاول معناها المنتخب الوطني الاول علاش لا ياخذوا بعض المقابلات يتعودوا من توا على النسق نتاع المقابلات وعلى الضغط شويه باش على الاقل نجموا نبداو نحضروا في 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 جيل يكون حاضر 2026 وقبل كما قال كريم فما استحقاق وفما اليوم ما عادش عندنا يظهر لي انا نشاركوا في كاس افريقيا والله المربع الذهبي والله الدور الثاني والله الربع النهائي الزوبجيكتيف هذوما يظهر لي وقايد باش نعاودوا نلعبوا على القاب باش نعاودوا نلعبوا على كاس افريقيا ما عادش عندنا دي زيكسكيوز خاطر كي تشوف انت توا بعد مردود كاس عالم كيما هكا وبعد شفنا المنتخبات الافريقيه الكل يظهر لي انت تونس تعتبر من الفرق الكبار في افريقيا دونك اليوم ما عادش فمك المشاركه الدور نصف النهائي صحيح معناها يعني دخلنا المربع الذهبي تروزيام بلاس ولا كاتريام بلاس لا يفو مثلا اوبجيكتيف عالي اون لي مويان يظهر لي عندنا ملاعبيه زاد كيف عندنا كسوا القدم ولا لا نوفيل جينيراسيون اللي قادرين باش معناها باش يحملوا المشعل وباش يلعبوا على الالقاب على خاطر الزينه كل مره نشاركوا تكون غصه وتكون معناها غش بالنسبه للجماهير التونسيه يزينا خلينا نفرحوا الشعب التونسي شويه بكاس افريقيا على الاقل باش نرجع لك متر باش نرجع زاد كيف مع طارق فاصل صغير وراجعين يلا كل سبت وحد من 5 ل 7 نتاع العشيه على اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم مستمعينا خلينا خاطر طارق ما عندوش برشا وقت ومن بعد نعلقوا على كل شيء مات طارق نشوف اللي معناتها يلزم اليوم ضخ ويلزم خدمه تبدا من اليوم للمونديال القادم خلينا نقولوا مش معناتها خاطر احنا كما قال كريم معناتها فما كوب دافريك وفما تظاهرات اخرى السنه المنتخب الوطني التونسي لكن خلينا نحكيوا على فما تظاهرات اليوم نحكيوا على اهمها المونديال دونك يلزم معناتها فما ملاعبيه اليوم تاخذ بلاصتها في منتخب تكون فما احاطه بالملاعبيه ذوما من توا بالطبيعة أنا باش نعقب على كلام كريم وشكري فرد وقت لأنه شوف أولا ملاعبي سيف الخاوي لأنه احنا تقريبا ما بين قوسين كان منبوذ في المنتخب الوطني جماهيريا وفنيا يعني اليوم ما نجموش اللوم صحيح يعمل في سيزون
محترمة جدا في كليرمون فوت في فرنسا، لكن عمره ما كان ورقة أساسية وكنا انتقدناها، وحتى اللي وصلنا لمرحلة التندر على اللعبة هذية. اليوم هذه عقلية التونسي اللي اليوم وينه مش موجود وغيره برشا من لعبية. بالنسبة للدورة الثانية فهو طموح مشروع جدا في النسخة القادمة، لأنه نحن ديجا توا في الكلاسمون الثالث في الفيفا، فما بالك أنه الكوتا نتاع أفريقيا باش تطلع وباش نشوفوا منتخبات مغمورة ما بين قوسين عمرها ما وصلت مونديال، فعادي جدا أنه نطمحوا في ظل تصنيف تاع ثلاثة فرق في كل مجموعة أنه نوصلوا. الحاجة الثالثة كيفاش باش تخدم أنت توا للمونديال القادم؟ عندك كأس أفريقيا باش تطلع بها الكلاسمون تاعك 2024، عندك تصفيات المونديال زاد باش تطلع بها الكلاسمون تاعك، باش تكون معناتها فابوري حتى في التصنيف الفيفا. لكن باش نسأل أنا أولاد كورجية وبحذاك مدرب وزوج مدربين يعني، وكريم إن شاء الله يكون مشروع فني، على أي مقاييس أنت اليوم؟ معناتها أنا عجبتني كلمة ديما يقولها وديع الجارية رئيس الجامعة التونسية كرة القدم، أنه لاعبيتنا ما نقنعوش فيهم بالفلوس باش يجيبوهم مثل بعض الدول الجوار، لكن هل أنت قادر تو تقنع فيهم بالمشروع الرياضي؟ هل بهذا التهميش اللي يصير لبعض اللاعبية اليوم أنه باش تستقطب إسماعيل الغربي اللي اليوم نتكلموا عليه، ثم ناس تتكلم مصادر الإعلام في أوروبا ولا في بعض وسائل الإعلام لأنه ماشي لإسبانيا، هل أنه الإنسان معناتها المناسب في المكان المناسب محطوط؟ اليوم تحكي الأصداف إلى رجي وحتى حد ما حضر أستراليا اللي هي كانت معناتها الحصان الأسود للمجموعة هذه وآخر فريق تعدى، برشا أسئلة تتحكي. اليوم راه المغرب تخدم في الجيل هذا وخسر في 2018 وخسر في كأس أفريقيا 2019 مع البنين، ورغم أن النجوم عالمية بالمعنى التام للكلمة، مرابط وبوفال وحكيمي وزياش وغيرهم، ومع هذا معناتها جرؤوا نحاو مدرب عالمي الوحيد هليلو زيتش وعطوا ثقة الوليد الرقراقي. لكن اليوم أنا مش له في جلال قادر، لأنه يعني الحقيقة اليوم إنجاز مقبول جدا، 4 نقاط في ظل الظروف هذه في سيرا حتى قبل جمعة، وبلاغات مضادة سمحني وانقسام إعلامي عايش وانقسام إعلامي معناته حتى في المعسكرات، يعني اليوم شكون مع الجامعة شكون مع الوزارة شكون يسخن مدرب آخر، المناخ العام هذا الحقيقة ماهوش يشجع على بلوغ دورة ثانية المونديال، لكن يلزمنا نخدموا عليه ونطمحوا فيه، لأنه اليوم احنا متحسرين على ماتش استراليا على تفاصيل صغيرة، ضر انه الخلل الذهني، لانه التونسي اليوم يعمل ماتش كبير ماتش ثاني ضيع، والحقيقة العقدة هذه لازم فينا، فالخدمة لازمها فني جانب ذهني فبرشا اعتبارات اخرى، ان شاء الله تقسيم الادارة على الفني وقت النجم ونطمحوا اليوم، لانه اليوم متحسرين احنا بعد الفستيفال اللي شفناه من الجماهير التونسية، والحقيقة صعيب برشا مازال باش نشوفوا 40,000 معناتها اليوم في تونس راه نحيروا في 7,000 متفرج في ملعب تونس، اليوم شفنا 40,000 وناس تتلوج على التاكر، كانوا لعبة دوميسيل معناتها كل الظروف نتاع النجاح متوفرة، فما حسرة كبيرة، لكن إن شاء الله نتداركوا بالهدايا، مش نحن نقاوم اليوم نشوف صفحات فيسبوك مجندة، فما شكون يضرب في وديع الجاري وفما شكون يألف في وديع الجاري وأنتم شابوا لها وروح وما غير ذلك، معنا خرجنا على التقييم الرياضي، لأنه التقييم باش يكون على المقاس حتى إعلاميا، لأنه فما العباد معينة، أنا ما نحبش الصحافي معناتها يتكلم في الجانب هذا، نحب ولاد الكورة اللي يلعبوا في المنتخب اللي يلعبوا اللي عندهم العين اللي عندهم ذوق اللي ما عندهمش خاصة استفاف ولا تموقع مع أو ضد يحكي كرة للكرة اليوم، لأنه كل يوم اليوم كل شيء تخسر في تونس على طرف وحيد، إذا أنت معاه أوتوماتيكمون أني باش تبيض وباش تمجد، وإذا أنت قدرت فأنت اليوم مدفوع الأجر من الجانب الآخر، لازم العقلية هذه تنتحى، وقت يتنحى العقلية هذه ونقيموا معنا وجها لوجه معناتها بوجه مكشوف من غير حتى انتماءات ولا ولاءات، وقت تصلح كرتنا كل شيء تبع. أما طالما احنا عندنا في مربع تقريبا 8 سنوات كل شيء بالتصنيف وكل شيء بالولاء وبالمحسوبية، فصعيب ياسر حتى تقييم ما تجاوبش، إذا خاطر اللاعبين مش معزولين، يوم عندنا ديزيليمون بعيد محترمين جدا، مش أنا مواهب باش نقيمهم، لكن عايشين في مناخ نتاع اتهامات وكلاشات، وتشوف حتى ردود فعل تاع اللاعبية على الميديا وعلى بعض المحللين، هذا كله خلينا في حلقة فوضوية نتاع عبث، وكرتنا ما تقدمش للأسف. واضح، شكرا لك طارق العصادي، يعطيك الصحة، كل ما تدخل معانا ولا كل ما أنت حتى كنت معانا قبل تحصل الإضافة، إن شاء الله بالتوفيق ليك صديقي في تجربتك الإعلامية في قنوات الدوري والكاس، ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. خلنا نرجع وإحنا للبلاتو، نرجع معك متر. حبيت نقول لك وأنا ريت ندور ونرجع نقطة البداية، هو أنه يلزمنا تقييم مش نعرفه البنية للمستقبل، نفس اذا ما نعرفوش الاخطاء ما نجموش نعرف الاخطاء، هذا واحد. اثنين تو مسالته اني تقول لي نهايه جيل، ولو كلمه جيل كبيره برشا بارابور العدد اللاعبين اللي باش يمشيو مقارنه بالقائمه 26 لاعب باش يمشيو، قول بالماكسيموم اون ديزان، لكن هل عملنا مخطط لنعديو المشعل بين بعضنا؟ عملنا مخطط للمستقبل كما قال قبليك، هل ان العباد اللي برا وراو فيهم نواه
نتاع لاعبين مستقبليين في الـ في الـ في الكيب ناسيونال، هل انا نجيبوا فيهم جوست نحجزوا فيهم باش ما يلعبوش مع كيبات اخرين، ولا حشنا بيهم بالحق، ولا الا هكا ضمنناه هكا لعب معنا مره ما حشاش يجي يلعب مع كيب اخر؟ يلزمنا نخموا بطريقه عقلانيه، ولازم يكون الامور هذه الكل بيد ستاف بوزي. نبداو ساعه اول مرحله ناخذ موقف، الجاي جامعه تونسية كل قدم تعطينا موقف، هل ستبقي على السيد جلال القادري ولا اذا تبقي خلينا نعطي اليات النجاح نتاعو وخليه يبدا يخدم على روحو الراجل. الواش هكاين نخليو روحنا في ضبابيه خلينا نبداو. واضح كريم. ديما نرجع للكلام راهو سهل، احنا ديما نحكي وانا قلتها من البارح، راهو موضوع كره القدم الناس كلت نجم تحكي فيه وكلامه سهل، مي ديما نحكي وكان مش نحكيو على نهايه جيل. نهايه جيل معناها نحكيو ثم يمكن جوارات اللي كانوا تيتولير ما عادش معناها باش يكونوا موجودين. اسكو هذا مربوط بجوارات ولا مربوط بالقرون المدرب؟ ساعات يجيك مدرب يقول لك انا ما نعرفش، اكزامبل حمزه يقول لك انا كملت، لا المدرب يقول لك مازال حاجتي به. جوار هذاك راه يعمل لي يخلي لي الجروب قريب لبعضه، فهمت؟ ديما انا كيما قلت انت معناها اسكو مش نقيم ولا ما نقيموش، لان واحد من الناس منحي من مخي الموضوع هذا خاطر عيست منه. لا مش عيست منه، خاطر ديما نقولوا كيما قال بكري شكري، باش تجي انت الاحسن ريزلتا عملها مدرب تونسي هو معناها البريود هذه نتاع 78، باش تجي تو تحب تقيمه؟ ما لازم نكون نقيمه بوزيتيفمون اخي، لازم التقييم يكون خايب نقولوا روح ما انا حاجه به اخي. شفيه صحيح طيب. التقييم كان جاب ايجابي ما فماش يا متر، باش نقيمه على السلبي نحن ما كانش نحاسبوا راه قلنا نقيموا راه التقييم ما فيه محاسبه زاده. ما هو في نهايه الامر اش قلنا احنا؟ قلنا النقاط السلبيه نتاعنا نحاولوا نتفاديوها والايجابيه نبنيو عليها. اي اما نحن ديما مش نحكيو على السلبي، فهمت؟ والسلبي انت قلت بكري كل مره ممكن زاده ما نكذبوش على روحنا، مش كان ستاف يتحمل الكل، فهمت؟ ستاف وجوارات وكل شيء مربوط ببعضه، فهمت؟ مي ديما اش نحب نقول وهذا نحب انا ديما نحطها في كل شيء. بات بينا شويه معناتها كريم، نحكيو احنا على الجيل الجديد اليوم. نحكي على الجيل انا لازم خاطر باش ننساو الجيل القديم، لازم الجيل الجديد ينسينا في القديم، فهمت؟ كي يطلع لك جيل ممتاز وكما حكينا البارح وقت النجم ننساو وهبي وننساو اكس وننساو يوسف، فهمت؟ باش هذاك يبدا عندك جيل ممتاز يفرض روحه. ولا وبار معناتها انت حكيت من البارح واليوم حكيت على معناتها المنتخبات الشبان معناتها يلعبوا برشا دي كومبيتيسيون معناتها انترناسيونال معناتها يلعبوا معناتها تظاهرات ما نعرفش باش الناس معناها نقولوا نحن نسقط وصلنا نحكي ونقولوا معناتها ملاعبيه عندهم اول مره تجربه في المونديال. سنا فرحنا فما عباد معناتها فما ملاعبيه ثاني مونديال على التوالي عندهم دي زيكسبيريونس لعبوا برسك 10 حتى 13 جوار. اي معناتها لعبوا ممكن اللي زادت خلت الملاعبيه ما يدخلوش خايفين اكثر، خلت معناتها يدخلوا في المباراه من ما يدخلوا في الكومبيتيسيون من اول المباراه. اليوم معناتها فسخ وعاود من جديد، هذا اللي نسال فيه معناتها كريم اليوم. فما اسمع مش نقولوا كان احنا ديما عندنا فسخ وعاود من جديد، هذا ديما موجود ديما موجود فسخ وعاود من جديد. راهو منتخب ديما راهو يمكن ديما المنتخب عكس الجمعيات، منتخب راهو ديما نقول الممرن هو اللي باش يحكم اكثر، خاطر عنده الوقت باش يختار الجوالات. ديما انا نحكيو على الجيل هذا صحيح عندي انا مانيش نخمم في الكوب دي موند الحق، انا نخمم في الكوب دافريك، لازم كي نمشيو كوب دافريك ندخلوا رانا كيما مصر وكيما تدخل السنغال وكيما تدخل مروك، رانا نحن فافوري نزل كوب دافريك. يعني يمكن السنين الاخرى عمرنا ما كنا فافوري، حتى كي يعملوا بورسنتاج تلقى طايحه صحيح ولا كوتش، فهمت؟ كي نوليو وقتها نحن في الكوب دافريك كي نبدو ماشيين للتتويج وقتها نجمو نحكيو على الكوب دي موند والتور، التور معناها نتعداو التور، فهمت؟ هو حمزه تواصل مع كريم معناها اللي كان يحكي فيه هذاك الواقع اللي تعيشوا على تيرا. اليوم عندنا نواة وبوادر نتاع منتخب، وقت اللي نشوفوا المجموعة الحالية تلقى دحمان، دبشي، الطالبي، كشريدة، الغندري، برمضان، الصخيري، العيدوني، بن سليمان، المجبري، غيلان وجبالي، هذوما
وقت اللي نحط اوبجيكتيف نتاع ماكرو سيكل كيما قلنا باش نحكيوا على 4 سنين القدام وعلى كاس عالم قبل ما نحكوا على الكوب دافريك، خاطر لي زوبجيكتيف المفروض فيهم الميزو سيكل الميكرو سيكل ماكرو سيكل اللي نوصلوا الماكرو سيكل. اليوم نحن يلزمنا برمجه طويله المدى، يلزمنا استراتيجيه طويله المدى. عندنا مجموعه ثانيه فيها فيها بن وناس، فيها يان فاليري، فيها عمر رقيق، صيف الله الطيف، الياس عاشوري، محمد الحاج محمود، شيم جبالي، ادم قرب، الياس دمرجي، جاسر الخميري، حسن عياري، تونيكتي، ادريس الميزوري، وعامر العيوني. عندنا مجموعه ثانيه اللي يلزم اعاده فتح باب التفاوض من جديد، وهذه دور محمد بن عثمان. محمد سليم بن عثمان اليوم اسماعيل الغربي كما كان يحكي بكري خويا طارق، فما يوسف الشرميتي، فما ياسين العياري وطاهر العياري. هنا عندنا مجموعه اللي تعطيك نواه منتخب والا بوادر طيبه المنتخب تنجم تحضر به الاربع سنين القدام اذا مش اكثر، خاطر اذا باش تحكي على العمر الناس هذه في معدل نتاع اعمار 22 23 سنه. الناس هذه اليوم تجمع بين الخبره ولعبت في منتخب شبان من جونيور الاولمبيك للسينيور، وفي نفس الوقت فما مجموعه اللي موجوده حاليا ومشاركه حاليا في كاس العالم اللي قادره انها تاطر المجموعه هذه. اليوم فما منظومه ثانيه يلزمها دون لوبليغاسيون باش نرجعوا لها، اللي هي منظومه دوله ولا استراتيجيه وزاره الرياضه في منظومه كانت موجوده سابقا اسمها لا ديتيكسيون اي اورينتاسيون دي جون تالون. هذه منظومه خدمت، هذه خرجت لنا منتخب 2001، هذه اللي خرجت حبيبة الغريبي، هذه اللي خرجت أنس الجابر، هذه اللي خرجت أسامة الملولي. المنظومة هذه كانت تعتمد على مدرسي الرياضة في المدارس وفي المعاهد، يتم اختيار أفضل العناصر على مستوى المنطقة ثم الجهة ثم زونال ثم الوطني باش تخرج منها نواة المنتخب. المنظومة هذه ما تتكلف حتى شيء على الدولة لأنها تخدم بالأساتذة اللي قاعدين يقريوا فيهم، لكن قاعدة توفر لك في دي تالون سور دي باز سيونتيفيك اللي تنجم تبني وتخدم عليهم. اليوم إذا نحبوا نرجعوا ونحبوا نخدموا، لا نقول لك عكس ما قال خويا كريم بكري شويه انه في تونس ما عادش معناها فسخ وعاود من جديد، اذا باش تفسخ وتعاود من جديد فقدت لي روبير نتاعك الكل، فقدت كل ما هي النقاط الايجابيه خرجت منها. باينه مثلا الاساس نتاعك خايخ. هذاك علاش قلنا المنظومه هذه يلزمها اليوم ما هيش خدمه فيدراسيون وحده وما هيش خدمه وزاره وحده، يلزم اشتراك الطرفين فيها. والنقطة الأهم الانفراستركتور، هذه اللي جايينها الانفراستركتور اللي يلزم فيها تدخل حتى من رئاسة الجمهورية، حتى باللونتروتيان تاع لي تيران اللي المفروض يتم التعاقد مع شركة مختصة اللي تقوم هي باللونتروتيان تاع لي تيران، لأنه اليوم عندنا حتى تيران يصلح في تونس وتحكي على تكوين وتطوير وتحب توصل للكوب دافريك وتحب تعمل العالمية من لا شيء. واضح هذا الكل مهم، معناتها راهو شيء كل مربوط ببعضه. كما يلزم تكون في اولا اراده سياسيه، يلزم مش كما قلنا مش الجامعه برك ومش الوزاره برك، ويلزم لعبه كل معناتها تتكاتف الايدي باش نمشيو معناتها وليو نحاسبوا النجم وقتا نمشيو في المحاسبه نتاع المنتخب والملاعبيه والاداء ودرا شنو كيظل عندك انت وفرت كل شيء وما فهمش نتيجه وقتا نجمو نحكيو على المحاسبه، اذا انت ما وفرت شيء وطالب نتيجه دونك ما نجموش نحكيو على محاسب. هاي بعد شويه باش مش بعد شويه انا قلت باش ترجع البطوله، باش ترجع خلينا نحكيو على اخترنا كل مره باش نحكيو على فرق، اخترنا باش نحكيو على فما سؤال يجيك معناتها من في تفاعلات برشا سؤالات، شنو هي معناتها هل صحيح باش تكون في الاطار الفني نادي الافريقي ولا شو؟ لا واضح معناتها والله برشا يتفاعلوا يقول لك ما خاطر اسم شكري ما تروح بقوه وكانت تطرح من الاول. كان ما تروح من الاول. كان ولا لا ومازال فما معناتها قال لك توا مازال يدور شكري زعلان باش يكون في الاطار الفني. ان شاء الله. شكري ينفي. الى حد الان ما فما حد شيء. الى حد الان ما فما حد شيء رسمي. باهي. باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، فوز على الرجاء كريم العوضي في المغرب في تربص تحضيري. فاز اليوم على مستقبل سليمان 3-0. الاستحقاقات القادمه البطوله مباراه نهار الاحد جاي كونتر نادي الرياضي السيرسي قاعد يحضر الكلاسيكو، تشوف اللي ممكن الفرق
في ظل ما انت توقف البطوله وفي ظل ما انت لعبت كل مركزه اكثر على المونديال، قاعده ما انت تحضركم الفو ولا لا فما تفاوت في التحضيرات؟ يمكن انا اكثر واحد نجم جاوبك اكيد خاطر ثم تفاوت. يمكن الجمعيه الوحيده اللي عملت ستاج لبرا اللي هي ترجيه تونس، يعني فما تفاوت. يمكن حتى المهم مساكن المدربين في الـ في الـ في الـ الوقت هذا كيف يمشي حضر جوالات معناك اللي دات نتاع رجوع الشامبيونا، ما تعرف كي تبدا يبدا وقت ما فيهوش كومبيتيسيون الموتيفاسيون تاع جوالات باش تنقص وما فماش فلوس، معظم الجمعيات مش موجوده وتبدا جوالات مقرف ولا عم باك الربي، معناها مشاكل كبيره بالحق. معناها تشوف حاجات راه تو يحكي على الكلاسيكو مازال ما يعرفوش كلاسيكو باش تلعب فماش تيران، انا فينتيانا باش تلعب. حبينا والله ما انت بصراحه وللامانه هو صديقي ما انت المدير المركب الرياضي طارق فرجاوي، ما انت حبيته يدخل معنا باش نعرفوا ما انت خلينا نقولوا الديتاي نتاع ملعب رادس، لكن البارح كانوا رفضوا ما انت انهم يدخلوا ويعطينا تفاصيل. قالك باش يرجع فان جوان فان جانفي نعرفش اخر جانفي ولا اول فيفري باش يرجع الملعب ملعب رادس. الترجي باش يلعب في شاد لزويتن، اختار انه يلعب في شاد لزويتن ما انتظر عجبتني كي اختار اللي هو فما خيار اخر لا هما خيرون بين المنزا لا بين رادس بين الحمام لنف ومرسى وزويتن معناها يختار واحد منهم. ليش تختار بيناتهم ثلاثه بالرسمه مش تختار بيناتهم؟ وحتى ملعب حمام لنف باهي مش الارضيه نتاعو باهي ملعب حمام لنف فتاتر يمكن يقسموش فتاتر ترجي خير زويتن يمكن نادي الفريق هل ينجم انت يهز زوز ماتشوات في جمعه ما عندك حمام لنف زاد الكور حمام لنف ما حمام لنف فتاتر خاطر تيلي ما باش تلعب باش تلعب اكزومبل معناتها باش تلعب لك الترجي باش تلعب لك الافريقي باش تلعب لك حمام لنف غادي ما انت فما. وهل كان من الممكن انتظار الاشغال هذه حتى توفى الاشغال نتاع المنزا وانه نحلوا الاشغال نتاع والمنزا يولي اوبيراسيونيل نلعبوا فيه، والا كانت امور مزروبه لدرجه وانه يلزم نعمل اشغال حاليا ونسكروا زوج استادات نتاع العاصمه ونقعدوا في حاير؟ يا سامحني المنزا راهو حتى كان قبل ما يعملوا الاشغال ما كان مسكر متفاهمين المنزا راهو على الاقل يلزموا عامين اخرين. لا ما لعبوا في ماتشوات بلاش بلاش حضور لا لا يلعبوا في ماتشوات لا لا مش ديم شنو مش ديم ما يلعبوش فيه ديريرمون ما يلعبوش فيه. انا خدمت فيه عامين وخدمت فيه الملعب وكوفريت فيه برشا ماتشات انا ملعب مانز اما يلعبوا دون حضور جمهور شكون هما كانوا المدارج مسكرين المدارج عامين حتى غازون شكري ما كانش معناها نحكي عامين نحكي ديبيت سيزون السنه ما فماش اي ديبيت سيزون هذه ما عامين ولا فما ماتشات تلعبوا لعبوا فيه عامين هما ماتشات لعبوا اول معناتها السيزون اما كلام لوجيك خاطر وموا تستنى استاد يحضر الثاني تنجم تعرف حتى بدون جمهور بعدد معين محصور 3000 2000 5000 على الاقل تلقى وين تلعب فهمت هذيك المشكل مش زوج استادات ديجا هذا الاشكال. رجعنا معناتها نحكيو على ملعب البيت وملعب الجنوب ومعناتها الاستاديوم ايش الواقع نتاعنا كيما حكينا بكري مع الكوتش فسخ وعاود والواحد زيد هذا واقع موجود في تونس. يمكن انت يمكن انت كوتش عشت البرة وانا كيف كيف انا عشنا في السعوديه معناها راهو كجا عدنا نحن معناك اللي عد السعوديه عدنا نحن امكانيات رانا مش امكانيات اللي قلت اراده ماشي امكانيات ماشي كيسيون امكانيات اليوم الاشكاليه نتاع التيرانات راهو اول شيء سوء البرمجه وسوء البرمجه مربوطه لانه تيرانات لليوم مازالت تتبع البلديات. اليوم كل بلديه قاعده تاخذ في قرارها واحده بدون الرجوع لوزاره الاشراف وبدون الرجوع للجامعه يقول لك انا هذا احسن وقت ليا باش نعمل اي والمتضرر الوحيد منها كرة القدم التونسية والأندية. وتتم لكلامك هو أنه البلدية تمشي في الانترتيان متاع استاد لموان ديزون اللي هو موش أحسن واحد متعرف لموان ديزون الكاليتي متاع السيرفيس متاع متاع الخدمة باش تكون أخيب لوك على ذاك عوية الحشبة تكون هكاك وانا هك تشوف هذا ما باش نقعدوا نحكي باش نرجعوا طيب ما كنا نحكي كورة باش نرجعوا نحكي وكان على استادات وعلى المشاكل وعلى نرجعوا التحذيرات باهي العودة والتحذيرات. كريم قلت لك معناتها سؤال تحذير الترجي الرياضي التونسي انت دخلت مقارنات مباشره مشيت مشيت بين الاستادات والبنيه التحتيه تلقى روحك اوتوماتيكمون ما عرفت صحيح تلقى روحك اوتوماتيكمون مشيت للغادي نحكيو على مباراه كلاسيكو الى حد الان ما نعرفوش فين باش تلعب
الكلاسيكو الى حد الان ما انت ما نعرفوش ما انت اوتوماتيكمون تخلوا تحكي على البنيه التحتيه. باهي خلينا نحكيوا على الترجي. انتم ملعب التونسي الفرق لك اكيد فما اللي ما برشا دي ماتش ميكو تلعبوا في الـ في البريود نتاع التريف هذه معناتها دونك تشوف اللي باش ترجع على الاقل الريتم خير من البدايه نتاعو في بعد المونديال ولا لا؟ والله الريتم باش يرجع صعيب باش نكذبوش على روحنا يمكن ماك تعرف خاطر باش تلقى تو جمعيات متفاوته انت مش جمعيه الكل باش تلعب لازم يكمل تو لالي باش ترجع من بعد الروتور معناتها جمعيات لعبة دو ماتش وجمعيات لعبة معناها مش متوازنه جمعيات فهمت مش باش نقول لك اوتوماتيكمون باش تلقى هذايا متاكد منها ماكش باش تلقى مانيير الناس الكل تفرق على الريزلتا مانيير هو بطبيعتهم مش موجود فهمت معناها الماتشات باش تلقى فيها اعطينا ريزلتا وكا تحضيرات معناها جمعيات الكل متفاوته يمكن باش نقول لك يمكن ديما تلقى الترجي يمكن حضرت نتصورين على الكوب دافريك اكثر منه محاضره على الشامبيونات تاع تونس معناتها تصور تلعب مع رجاء باش حضر البال تونس لا ماني قلت لك معناها ديما نرجع للامكانيات هذا الاشكال معناتها مشكلة ترجع للامكانيات الحكايه نتاع الامكانيات باهي خلينا نحكيو على السي اس اس هذا السي اس اس اقاله كريم دلهوم وتعيين رود كرول رفقة أنيس بوجلبان وهيثم رابط مدير رياضي معناتها بعد شكر الزعلاني بعد معناتها نتائج خلينا نقولوا إيجابية بالموجود راهو اللي عامله كريم دلهوم بالموجود معناتها إذا نحكيه على ريزولتا باهي معناتها مع كريم راهو كريم مرات خلينا ما هو المجالس أمانات حتى في هو حكى لي قال لي مرات راه تلقاني في مباراه حمزه قال لي نتلفت البنك ما انا نتبلانت ما عنده جوارات ما عندوش معناتها دي شوا باش معناتها يدخلهم وما هذا قاعدين يعديو مباريات باهي كبدا معناتها هي تجربه واكسبيريونس بدات مع فتحي جبال معناتها وقتها بدينا نشوفوا سي اس اس ترجع للنيفو نتاعها وصلت حتى اي معناتها وتحصلت على اللقب زاد كيف كيف مع لا اله الله سيدنا محمد رسول الله شد رجال سربي ها سربي لا مش بعد قلت لك بعد عوده طاحت وبعد رجعت مع الكوكي نبيل كوكي نبيل كوكي نبيل الكوكي وبعد كمل كريم كمل كريم كان مساعد مدرب معنا اه ايه معناتها كمل كريم دونك نحكيوا لما كانت ماشيه في طريق صحيح بالموجود بيان سور او شوف توا اقاله وجيب رود كرول معناتها نقاط استفهام كبيره وكبيره جدا بالنسبه لي انا معناها سيتي لو مير شو بعد معناها نبيل كوكي معناها وقع الاختيار على انه كريم دلوم ياخذ المشعل ويكمل خاطر ديجا يعرف كل كبيره وصغيره في صفاقس يعرف الجروب مليح ونتصور انه كريم نجح بالنسبه لي انا نجح على خاطر في الظروف هذيك وتفوز بكاس تونس ذول جماهير النادي الرياضي صفاقسي وحتى معناها الهيئه نتاع نادي الرياضي صفاقسي يحكيوا على كريم واحسن مدرب كريم دلهوم توا معناها ولا كريم ماهوش الرجل المناسب يظل هذا خطا كبير بالنسبه لي انا انك خطوه للوراء باش ترجع رود كرول في اعتقادي انه نفس التفكير نتاع ان سيرتان مومون نحترم جمعيه الكل بيان سور نتاع النجم الساحلي اللي رجع روجيه لومير ونفس المشاكل اللي صارت شفنا توا مع محمد بكاشر الحمد لله النتائج نتاع النجم الرياضي الساحلي كيفاش دونك وقت عطيت ثقتك في مدرب صغير ومدرب عنده امكانيات وعنده فكر متطور وفكر خاصه انه يعرف المجموعه ويعرف الملاعبيه يعرف كاليتي تاع لي جور نتاعو نجح بهم علاش ليه علاش خليه يكمل شنو المشكل معناها كان معناها يكمل النتائج بالرغم انه ما ترشحش لكاس الكونفدراليه وخسر في البطوله ماهيش حاجات معناها نهايه العالم بالنسبه لانه انت كي تشوف النتائج زاده مربوطه باللاعبين انت اذا ما عندكش رصيد بشري وما عندكش رصيد بشري كبير وثري في بعض الاحيان يغيب لك ملاعبي ما تلقاش المعوضه نتاعو علاش خاطر فما دي جون كل مره باش تنجم زاد تجي تنحي ملاعبين الكل باش تلعب معناها بالملاعبين كلهم صغار زاد تقعد مطالب بالنتائج لكن شوفوا احنا اداء سي اس اس انه طريقه لعب سي اس اس معناها قاعده تصنع في برشا كوره قاعده الكري بوكو دوكازيون تقعد المشكله نتاع تسجيل الاهداف اللي هي في الاخر مستحق لها سي اس اس خاطر يجيب لي 3 بوان بيان سور نجحت مع تويز نجحت مع تويز دونك لهنا في وقفه اول مره فما مشكل توا هنا يمكن نعرف نسمع الاكزومبل سي اس اس عندك فماش فلوس و اي وبعد تجيب كرول تقول لي ما فماش تخلص وانت سافار قد باش تخلصوا باهي وعلاش كرو باهي انت كي خذيت التوجه انك بتجيب اجنبي لا مش بتجيب اجنبي انت نحيت مثلا كريم دلهوم
عليه اعطيت الفرصه لازم وجلبان وكا علاش كرول ومنديس مساعد ونس جلبان راهو معنا في مرحله في مرحله من مراحل معنا نتاع النادي شد النادي الشخصي وعمل ريزلتات بهين معنا ربح ترجي هذه تونسي وربح نادي ومن بعد فجاه تخلوا عليه اي فهمت ما فهم يا الرؤيه مش واضحه يرجع في خط مساعد هي هي حمزه واضحه راهي الاستراتيجيه جمعيه نهارت اللي ما عندهاش فلوس وتطيح في الازمه ترجع الولد اول ما ترجع ترجع للولد النادي وتقريبا اللي عملوا كريم دالهوم بلاعبين اغلبهم معناها تقريبا فريق اولمبي 20 سنه 21 سنه في ظل الازمه الماديه نتاع النادي الصفاقسي من لو تجيب مورينيو ما نجمش يعمل اللي عمله كريم دالهوم ايبان اول ما يشموا نفس شويه نحن ما هو عندنا المسؤولين نتاعنا اول ما يحس انه فما شويه فلوس وبدات تتحرك شويه لا اعطيني الاجنبي الور كو الواقع بين انه ما نجح معاك الا عاد من ليكيب ناسيونال وما شنو فلوس الحمام مش خالص بهم كرول ويقعدوا يتفرجوا الملاعبيه ما يخلصوش معناها مش خالصينهم ملاعبيه عنده مده طويله ما مش خالصين هو تعيش في ازمات ماديه عندك فتره طويله اليوم الأزمة المادية المفروض عندك تطلع لو كنت مسؤول شجاع تطلع وتصارح حتى جمهورك اليوم عندي أهداف 1-2-3 عندي كريم دالهوم قاعد يعمل لي في مشروع رياضي في النادي نعرفوا اللي سي اس اس في وقت ما كانت بيبينيير نتاع جواريت كان عندهم معناها كيما نقولوا حبيب نسيت الاسم معناها في السيليكسيون نتاع الملاعبية عنده عين وانا نقول لهم ميزان نتاع ذهب كانوا يختاروا معناها حتى اختياراتهم سيبلي اليوم المنظومة هذيك بدأت تتفكك بشوي بشوي إبا أول آخر ما رجعوا خلينا نقولوا أنت قلت لك فهم استراتيجي في حتى فريق راه ما لا تقول لي لا فريق إيه لكن سامحني علاش وقت اللي عندك الإمكانيات ما عندكش الإمكانيات تمشي لابن النادي يراعيك وراو هو اللي في الواجهه مع الملاعبيه الملاعبيه وقت اللي ما خلصتش وقت اللي ما خذتش بريماتا راهو هو اللي باين في التيم ما يخلص باهي خلينا مازال باش نحكيو فيه الموضوع هذا ونكملوا باش نرجعوا شويه مع الارقام مع صديقنا حماو شنو هي اللي كيمتاه حماو ارجنتينا لا مش ارجنتينا ارجنتين ارجنتين واضح نمشي مباشره نفصل ورجعين يلا على اي اف ام احلى راديو اهلا وسهلا رجعنا لكم مستمعينا وصلنا للدقائق الاخيره وكالعاده جينا ملك الارقام في تونس وخارج تونس معاذ قاهر قلوب العظ اكيد تقال هكا تقال كريم ولا عندي القوه واضح مو حمزه عبيدة مرحبا بك عايشك عايشك حمزه مرحبا بكل ضيوف الكل كما شفتوا اليوم شعنا ارقام اليوم ارقام جينا بعد المقابله الثالثه من الدور الثمن النهائي فرنسا تترشح وحتى المقابله الثالثه المرشحين الكل باش يتجاوزوا الدور الثمن النهائي ما شفنا حتى مفاجاه في 90 دقيقه ما شفناش ديجا وقت اضافي في ثلاثه مقابلات هولندا 3-1 ضد الولايات المتحده الامريكيه الارجنتين تنتصر ضد استراليا واليوم فرنسا 3 أهداف مقابل هدف ضد منتخب ليفاندوفسكي بولونيا اليوم زوز رقم قياسي كبير يصير لأوليفيه جيرو أوليفيه جيرو يصبح الهداف التاريخي المنتخب الفرنسي 52 هدف كان متعادل في رقم الأهداف مع نجم أرسنال السابق تيري أونري 51 لكن أوليفيه جيرو يفتتح تسجيل لفرنسا ويحتم الرقم القياسي ثم النجم الصاعد مش قول النجم الصاعد نجم الكرة الفرنسية كيليون مبابي زوز أهداف 9 أهداف لمبابي في كأس العالم في زوز كؤوس عالمية ومازال يلعب في الكأس العالم الثانية 23 سنة وحداش نشهر يعني الشهر الجاي 24 سنة مبابي في نجم نقوله في 11 مقابلة سجل 9 أهداف يتجاوز كريستيانو رونالدو اللي بسجل 8 أهداف ويعادل رقم ليونيل ميسي ليونيل ميسي البارح زاد الهدف التاسع ليونيل ميسي يتجاوز دييغو أرماندو مارادونا مارادونا عنده 8 أهداف حكينا عليها الجمعة الفاتت ميسي يتجاوز مارادونا يصبح في رصيده 9 أهداف في المقابلة رقم 1000 المقابلة رقم 1000 البارح الميسي يسجل هدف التاسع وميسي زادة نجم نقوله ينحي العقدة متاع النوكاوت ستيج أول هدف في الميسي في الأدوار الأقصائية ميسي ما سجل حتى هدف في الأدوار الأقصائية في المشاركة الخامسة ليه في المونديال كريستيانو رونالدو لازم زادة يحطم الرقم هذا بما أنه كريستيانو ما سجل حتى هدف كريم في الأدوار الأقصائية وضد سويسرا لازم ينحي العقدة هذه نحكيه زادة على ميسي ميسي يصبح رابع أكثر لاعب انتصر معناها مع المنتخب نتاعه
نتاعو، مرتبة الأولى سيرجيو راموس، الثانية كاسياس، والثالث كريستيانو رونالدو 115 المقابلة ميسي، المقابلة 104. البارح المنتخب الأرجنتيني يعني انتصار صعيب ضد منتخب ساكروز، منتخب أستراليا، برشا انتقادات لوتارو مارتينيز اللي نجم نقولوا مازال ما دخلش في كأس العالم، سيبيرم لوتارو مازال ما دخلش في كأس العالم، لكن كما يقولوا في الأرجنتين عندك جوار يلعب في السيتي لازم تهبطوا. خوليان الفاريس لاعب ممتاز 22 سنة، ثاني هدف ليه في كأس العالم ورقم قياسي زاد لخوليان الفاريس، ثاني لاعب بعد هيرنان كريسبو يلعب ثاني مقابلة الأساسية ويسجل في ثاني مقابلة، سجل في المقابلة الأولى ضد بولونيا وسجل في المقابلة الثانية البارح ضد منتخب أستراليا. منتخب الفرنسي يمر للدور الربع النهائي باش ينتظر الفائز ما بين السنغال وانجلترا. المنتخب الإنجليزي عمره ما انهزم ضد فريق إفريقي، يعني انجلترا لعب ضد الكاميرون ذكريات 1990، بول جاسكوني ضد روجيميلا 3-2، تعادل مع نيجيريا ومرتين تنتصر على تونس. هل منتخب السنغال يعاود سيناريو متاع 2002 حمزة ونروح مرة أخرى في الربع النهائي أم لا؟ مقابلة صعيبة برشا ومقابلة استنى فيها إفريقيا الكل. غياب ساديو مانو في المقابلة هذه كان يجب يكون عنده وازع نفسي وعنده بوا ضد الإنجليز باعتبار وأنه على مستوى يعرف ويعرف ويحسبوا له ألف حاجة. الباهي في ميسي ما في بالوش الماتش رقم ألف، سألوه له في الكونفرنس دي بريس قال له ما جيتي با كورونا حماو في بال في بالو ما بالوش حماو في بال. مازال خلطش على باتيستوتا ولا خلط باتيستوتا 10 اهداف وميسي 9. ميسي سجل مقابله المذكور ضد منتخب هولندا، هولندا ضد الارجنتين 5 مقابلات تقابلوا في كاس العالم. هولندا انتصرت في المقابله الاولى كرويف عام 1974 4-0، والمقابله هذه تذكرنا برشا بربع نهائي 98 كانت تذكر هدف دينيس بيركامب اللي خلى ايالا وبعد حطها في ملعب الفولودروم وضربه العارضه متاع جابرييل باتستوتا ضد فاندر سار. انت حكيت على فرنسا معناتها زاد جيرو حطم رقم قياسي تاع تيريوري، حكينا على 52 هدف تيريوري 51 هدف، وليفاندوفسكي كان مشي حطم رقم قياسي سلبي يولي اللاعب الوحيد اللي يضيع زوج ضربات جزاء في كاس العالم. لكن الحكم قالوا عاود البيلانتي وانقذ ليفاندوفسكي من الرقم هذا. لا معناتها وشاطها بنفس الطريقه معناتها كان ومش قويه مش كي البيلانتي القوي ومازال هدف هدف وتشوف الفرحه بتاع ليفاندوفسكي في البوط الثالث باش يكونوا ميسي وكريستيانو مازال لهم هدف هدف باش يكونوا الهدفين التاريخيين لمنتخبات بلدانهم. كريستيانو مازال هدف على اوزيبيو وميسي هدف باش يعادل جابرييل ومار باتيستوتا. لا ما تحدد أعطي أي معلومة أعطي أي معلومة لزربيتر في الكوب دي موند هذي قداش يخلص لازم نحكيه زادة على الحكمة اللي في المقابلة متاع ألمانيا كوستاريكا الحكمة الفرنسية اللي أول حكمة يعني تزفر في كأس العالم وكانت أول حكمة ديجا زفرت في تريو حتى الرابعة الحكمة الرئيسية في قطر اللي زربيتر ياخدوا 100,000 دولار منحة انتداب و 5,000 دولار على كل ماتش حكم الرئيسي نحكي مكاو على كل ماتش قدام 5000 دولار دولار في في وقت في في, في روسيا كانوا ياخذوا 3000 دولار تدي بقدام 100000 من الاول 100000 دولار معناها بمجرد انه جاء السيليكسيونير 100000 هذيك كيعيطوا لك 5000 تاع ديما جنيه هذيك في روسيا كانت في روسيا كانت 70000 دولار و 3000 دولار لكل مقابل نحكي على ليزربيتر دو شوم انا السنترال عرفتك ما قلتوش برشا لا بشوف قداش الفيفا تكرس فلوس معنا اذا هو هكاك والمساعد 35,000 دولار فما فار وفما التقف فار صحيح واضح احنا وصلنا للنهايه. يعطيكم الصحه الناس الكل يعطيك الصحه سي بايرم مختاري كنت حاضر معنا اليوم في اول لقاء بيني انا وياك لكن بصراحه اش قولك في سي بايرم كريم بفضله انا اول مره الحق بالرسمي من سان معبي كوره نحكي معناتها وهذا على ما تخدمش في تونس والله كريم شوف بون تونس الحقيقه تعرف الكره هنا عندها نواميسها وممكن شخصيتي تخليني نخير الخليج اللوجيسيال بتاعو ما يركبش على اللوجيسيال تاع تونس ما شاء الله حتى الساده المستمعين اللي ما يعرفوش بايرن معناتها دكتوراه علوم العلوم الرياضيه مدرب محترف رانا الاتحاد السعودي والضمك وسموحه المصري وعدة تجارب اخرى دكتوراه في علوم الرياضة اخترع ماكينات تعاون على الطب الرياضي معناتها عمل دي لونيت تاع الاناليز دي ماتش تعاون المدرب
عملت 12 براءة اختراع، عندي ثلاثة ماخذين بريمير بلاس مونديال في الويبو 2020. تقريبا اليوم بعد تجربة متاع 12 سنة تدريب معناه في الاحتراف، فهمت بين الجيل الفتحة، ضمك العروبة، سموحة المصري، نادي النصر الوحيد اللي درب الاتحاد من 1927 لليوم. خليها بالسترة ميسير الخضر. معناها الحمد لله، معناها كتجربة معناها مع سواء في الدوري السعودي، في الدوري القطري، الدوري المصري، العماني، تجربة الحمد لله معناها لحد الآن راضي على تجربتي. ربي يوفقك. وبالنسبة للآلات معناها تقريبا اليوم وصلت لمرحلة أني في مرحلة تصنيع معناها الآلات هذه بعد ما تمت المصادقة عليهم علميا وحتى صحيا على اللاعبين. وكي غير كملت التدشين نتاع اول منصه في العالم تشتغل على بيداغوجية الرياضه بين التدريس والتدريب. كريم اش قولك؟ ليه ما انت ما شاء الله سامحني سالتك. لا لا مهم ان الناس تعرف ما انت شكون بايرم مختار. يعطيك صحه بايرم، سعيد جدا باللقاء ان شاء الله مش اخر مره، ان شاء الله ديما تكون حاضر احدانا هنا في اي اف ام. يعطيك صحه متر محمد جلبي، شكري زعلاني زاد بالتوفيق ليك صديقي، ان شاء الله ربي يوفقك في تجاربك القادمه. كريم العواضي يعطيك الصحه، احنا نتلاقاو الاسبوع القادم يوم السبت ويوم الاحد. حماو يعطيك الصحه، واش ترجع البطوله يا اخي؟ مش قاعد بحذاك برشا. لا لا البطوله ترجع، لا ما قال لهم البارح، قال لهم ترجع بطوله حتى حمزه صاحبي ما يجي. اي خويا قاو يزيه يزيه، خليه يكمل اربع خمسه سنين اخرين. داكو يزي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقه كلاعب. ومن بعد تبدا تجربه في باش تمشي في التحليل ولا باش تمشي في التدريب؟ تدريب. انا اشوفه في التدريب. تدريب. مدرب. من نادي ابها. الكاريزما والقياده وال ما شاء الله ما شاء الله. هاي نمشي تجيكم ملاك في الميتيوم بعد قسم الاخبار الاكيد، واحنا نرجع لكم الاسبوع القادم. تشاو تشاو، كان معكم حمزه مغيربي كوتي ميكرو، ميرسي ليكيب الكلها. إيه انتم تسمعوا في اي اف ام زون المونديال، حمزه المغيربي كل سبت وحد من 5 ل 7 متاع العشيه على اي اف ام، احلى راديو.